فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل أغلق بسيارته الطريق على الناس، فحضر إليه شخص وقام بلعنه بحجة أنه مؤذن للطريق أو مؤذن في الطريق وأنه مستحق للعن، هل هذا الأمر صحيح؟ إيه نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم شكى إليه رجل أذى جاره وأنه يؤذيه، فقال: اجعل متاعك في الطريق، فصار كل من مر يلعن هذا الجار المؤذي، فصار هو السبب على نفسه، هذا عقوبة له. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.